وراني استاذ محمد، هل ترغب ايران في حل القضيه؟ هذا ايضا سؤال، بانك فلسطيني وابن فلسطين، وهذا موضوع يعود اليكم ايضا بالدرجه الاولى في فلسطين. هل ايران تريد حل القضيه الفلسطينيه؟ وما هو ايضا يعني الامور التي تقدمها ايران في سبيل حل القضيه الفلسطينيه؟ لا، ليس لدينا وهم أن إيران لا يهم الموضوع الفلسطيني. ما يهم إيران هو مصلحة إيران وتنظر في الإقليم، الموضوع تستعمله من زاوية مصالحها. لذلك مثلا عندما تقيم علاقة مع طرف فلسطيني، كما قلت لك، تقيم هذه العلاقة على أساس ولاء هذا الطرف ليس فقط لإيران، إنما حتى لكل سياساتها، لو كان وتطلب من هذه الأطراف مثلا تفهم سياساتها في سوريا أو في العراق أو في كل مكان، حتى لو كان نتيجة هذه السياسات يعني دماء بريئة من أشقائنا السوريين والعراقيين وما إلى ذلك. الشعب الفلسطيني ليس على المستوى الرسمي، إن الشعب الفلسطيني أيضا في الشارع يدرك هذا الكلام، لأن الشعب الفلسطيني لديه غريزة ويعرف يعني من يقف بجانبه ومن لا يقف. إيران سياستها ليس فقط خطرا على فلسطين، إنما يتجلى الخطر الأكبر، ونحن في النهاية عرب، نعم، على مناطق، على دول على حجر المذبح مثل سوريا والعراق التي قوضت، وتنشئ إيران طبعا ميليشيات هنا وهناك يعني تحت شعارات لها علاقة إما بمقاومة الإرهاب الداعشي كما يحصل في العراق، لتقويض العراق نفسه ولمواجهة طرف عراقي مثل السني أو حتى الأكراد. عمليا إيران تنتهي سياسة خطيرة بعيدة المدى، ليس فقط فيما يتعلق بالسيطرة، إنما بتغيير هوية المجتمعات من ناحية طائفية. للأسف إيران تعود فينا لحروب بدائية ومتخلفة يترتب عليها يعني تراجع العالم العربي إلى القرون الوسطى. ولكن يا أستاذ محمد، إيران تقول دائما، ليس معنا ضيف إيراني حتى يرد أيضا، لكن إيران تقول دائما أن هناك دعم لا متناهي من جانبها للقضية الفلسطينية، مشاريع وبنية تحتية، تقديم معونات. أنتم في فلسطين كيف ترون ذلك؟ لا يا سيدي، أمر معروف، يعني إيران لديها مال سياسي تدعم فصائل فقط، لا يمكنها لا أن تبني شارع ولا أن تبني حجرا على حجر. نعم. هذا أمر معروف وهذا حقيقة معروفة. نعم. إيران لديها مال سياسي. لاحظ قاسم سليماني قبل أعتقد 3 سنوات صرح في سياق المفاوضات على الملف النووي أنه في لحظة معينة أنه إذا كان الأمر كذلك فنحن سندعم فلسطين بالسلاح. هذه الشعارات والكلام هي رسالة ليست موجهة للفلسطينيين، إنما للإدارة الأمريكية في ذلك الوقت، إنه إذا لم تفعلوا معنا كذا نحن سنفعل كذا، أي أن فلسطين بكل طهارتها هي ذريعة للنظام الإيراني من أجل تنفيذ سياساته. هذا أمر واضح.